أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة اعتماد مراكز الرعاية الصحية الأولية كأول منظومة صحية حكومية بالاعتماد الحكومي، مؤكدا أن مملكة البحرين اتخذت خطوات رائدة في تطوير المنظومة الصحية. نعم، حيث تعتبر مرحلة اكتمال الاعتماد الوطني لهيئة تنظيم المهن الصحية من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد إنجازات مراكز الرعاية الصحية. بوتيرة متواصلة وعمل دؤوب، المجلس الأعلى للصحة يواصل إنجازاته في اعتماد مراكز الرعاية الصحية كأول منظومة صحية حكومية بعد ترخيصها لجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يصب في تطوير منظومة الخدمات الصحية. الخدمة الصحية في المراكز الأولية الحقيقة هي الصحة الأساسية في المنظومة الصحية كل، وهي المدخل للخدمة في الصحة الأولية، فنحن مهتمين بها اهتمام كبير لأن هي في الواقع أول مواجهة بالنسبة للمريض حق الخدمات الصحية، وطبقنا فيها نظام الطبيب اختار طبيبك، فكل مواطن في البحرين بيكون له طبيب مخصوص يعرفه ويعرف عائلته ويعرف مشاكل كلها، وبالتالي بيكون هو المسؤول عن صحته من ناحية الأشياء يعني الطارئة اللي تصير أو الاحتياط حق الأشياء المزمنة. تعاون مثمر بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والتراخيص الصحية بالتزام المراكز الصحية بأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يكفل الصحة للجميع بمأمونية وجودة تتماشى مع المعايير الإقليمية والعالمية. جاء هذا تنفيذ للقرار رقم 23 لسنة 21 الصادر على المجلس الأعلى، والذي ينص على ترخيص المراكز واعتمادها، وتعتبر أول منظومة صحية حكومية مراكز يتم اعتمادها. طبعا تم اعتماد 27 مركز، وتم تقييم كل مركز على حدة بحسب الأداء مما يخلق التنافسية، وتم تقييم أكثر من 5000 معيار وإصدار أكثر من 6000 توصية، وسيتم طبعا هذا الاعتماد صالح للأربع سنوات القادمة، لكن سنويا سيكون هناك متابعة من أجل خطة التطوير وتنفيذ التوصيات خصوصا ذات الأهمية والقصوى منها. تحتفل مراكز الرعاية الصحية الأولية اليوم بحصولها على الاعتماد الوطني كأول منظومة صحية حكومية من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ويأتي ذلك بعد حصول 27 مركز صحي على الاعتماد المنشآت الصحية من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ويأتي هذا الإنجاز كإنجاز الفريق كامل، وكل فرد يعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية بدعم من قيادتنا الرشيدة والمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة. مسيرة من العطاء والتطور في القطاع الصحي بعد أن جسدت أروع الأمثلة والنماذج التي يحتذى بها عبر خطواتها المتقدمة في التعامل مع مختلف القضايا الطبية التي تحقق التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة للمواطنين والمقيمين.